غايس فيزا عم بفكر بالاكل. ما بعرف ليه ما صورت بس ترى اعطونا مطاعم. انا بالاردن. ايه فبليز اعطونا مطاعم بالاردن لانه اخونا هون جوان. نمت وانت فايق؟ الو نفس. سو احكي لكم شوي مغامراتي بالطياره. ما حد مهتم. بلا الكل مهتم بس عن جد بدي احكي لهم شيء لانه اللي كانت قاعده جنبي يعني ما كان لي شرف اني اتعرف على اسمها بس لا انت جبتي ما بيقول مش ما كان لي شرف. شو بيقولوا؟ ما تعرفت ما كان لي شرف يعني انت مش مهتمه يعني انك تتعرف عليها. لا ما اجاني الشرف. ما اجاني الشرف. ليش حاسه مسبه؟ لا ما فيها شيء بحس. طب ما اجاني الشرف انه اطلع اتغدى معك اليوم. لا حبيبي ليك اجاك الشرف بطلع اتغدى معك اليوم. ما فيها شيء. المهم ضيع ام السالفه. المهم كمل لكم السالفه. اوكي. بالطياره قعدت انا لحالي وغيس ورا. اوكي. وكانت قاعده قدامي وحده بتجنن طبعا. المهم فانا مثل ما بتعرفوا عندي فوبيا من الاقلاع والهبوط. الاقلاع كان كثير تمام بس الهبوط ما شاء الله يعني كانه كان في كثير هواء فالهبوط كان شوي انه كثير فيه هزات شوي كثير. فانا يعني اول مره بحياتي حسيت حالي حيغمى علي من الخوف يعني حس انه دمي هيك فجاه برد كانه نمل جسمي كله وحيغمى علي خف راسي. اوكي. فاللي جنبي يعني مسكينة كتير حبابة ما كانت كمان هي حابة تقعد ورا لأنه هي مثلي عندها فوبيا. سألت أول ما طلعنا إذا فيها تبدل هي وغيس بس قالت لي والله أنا بس بخاف كمان أقعد ورا لأنه هي كمان عندها فوبيا. المهم فأنا عند الهبوط خلص يعني حيغمى علي رسمي. فبس هبطنا الحمد لله على سلامتنا نصحتني نصيحة قالت لي كل ما بدك تأقلعي اقري سورة ياسين وكل ما تحسي في شو اسمه تيربلنس هزات مطبات هوائيه قولي لا حول ولا قوه. فهيك حسيت انه اعطتني بوش قوه يعني انا دائما بحكي دعاء السفر يعني مو دائما طول الرحله ما بوقف. يا بس حبيت احكي لكم وصلنا. مرحبا اهلا وصلنا. ساره في طلب خاص. تفضل. كان اريد اصبعتك بال مش مهم الناس بدهم اياك تنزل غير حلسة. قول روح لعندها صرعتوني. اسمع نفسيتي لهون. الغيرة نفسيتي لهون. الغيرة بيبي شو بتعمل الغيرة فيك؟ انا حاليا جوعان ما بتحس؟ ندور على مطعم وقت الجوع بصير حمار بس وقت الجوع ممزح حبيبي حشاك. لا انت جبت العيد مش الحال يعني انا توليت حبيبي توليت ما اعطوك مطعم.